أرحب بك من جديد دكتور غازي فيصل، أنت معنا عبر سكايب من عمان. ولتسليط الضوء على فشل العملية السياسية في العراق، ربما نسألك عن هذه العملية السياسية وما الذي اختلف فيها في هذه السنة سنة 2017 عن الأعوام الماضية؟ نعم، أكيد العملية السياسية منذ 2003 لليوم انتابتها محطات صعبة وفشل كبير في الواقع، فشل على الصعيد الاقتصادي، فشل على الصعيد السياسي، فشل على الصعيد الاجتماعي والثقافي. اليوم حتى المرجعية في النجف بدأت توجه انتقادات كبيرة للعملية السياسية. نعرف اليوم بدأت تنتشر المخدرات، بدأ ينتشر الإلحاد، بدأ ينتشر الفقر، البطالة. اليوم البطالة حجمها مستواها 31% من سكان العراق، الفقر المدقع وصل إلى 40%، الديون 133 مليار، العجز المالي 100 مليار. العراق اليوم يحتاج لإعادة إعمار الدمار الشامل للحروب التي امتدت من 2003 لليوم بكلفة لا تقل عن 300 مليار دولار. إذا هذه العملية وصلت اليوم إلى طريق مغلق، طريق مسدود، إلى فشل محتوم. وحتى القيادات الحزبية نفسها في تصريحات كثيرة عديدة تعترف أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، أن هناك خلل كبير في طبيعة بنية الدستور العراقي، أيضا في طبيعة بنية النظام، في طبيعة وظيفة النظام. منذ 2003 لليوم عاش العراق حروب دموية في الفلوجة، في الأنبار، في الموصل، في كركوك، في تكريت، في سامرة، في الحويجة، في عقوبة، في كل المدن العراقية. اليوم العراق يشهد اضطرابات كبيرة جدا في السليمانية، وهي ذات طابع اقتصادي اجتماعي سياسي كبير. هناك احتجاج على طبيعة الهيمنة والاستبداد اللي تمارسها الأحزاب اللي هي غير ديمقراطية اليوم، مع الأسف، اللي تحكم في سليمانية أو غير سليمانية. في جنوب العراق في البصرة هناك اضطرابات كبيرة، هناك مشاكل في الصحة، مشاكل في التعليم، مشاكل في الحياة الاقتصادية، هناك البطالة، هناك الفقر الذي يضرب الناصرية والعمارة والسماوة والفرات الأوسط وبغداد وغيرها من المدن العراقية. إذا هذه العملية السياسية اللي رسم خارطتها وأسس طبيعتها بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق، وتحالف ويا بول بريمر مجموعة أو طبقة من الأحزاب السياسية اليمينية الفاشية المذهبية الشمولية الاستبدادية اللي مرتبط أغلبها مع الأسف مع الاستخبارات الإيرانية، وتحاول هذه الأحزاب عبر الزمن تنقل النموذج الإيراني الفاشي الشمولي الدموي إلى العراق. لهذا السبب لاحظ سيدتي الكريمة أن تشكيل الميليشيات يتعارض مع المادة 9 من الدستور على سبيل المثال. هناك انتهاكات للدستور من قبل هذه الطبقة السياسية اليوم اللي تحكم العراق. نعم، في هذا السياق يعني دكتور غازي، سردتم كل مظاهر فشل العملية السياسية في العراق، ما مدى الحاجة لإعادة النظر في جدوى هذه العملية السياسية بشكلها الحالي؟ يستحيل هذه العملية السياسية اللي وضع ملامحها وبنيتها ودستورها وحدد وظيفتها وأهدافها ومقاصدها السيد بول بريمر، لا يمكن أن تخدم النظام السياسي والديمقراطية وقضايا الحرية والأمن والاستقرار في العراق. لذا لابد من إجراء جراحة لطبيعة هذا النظام السياسي، جراحة للدستور، جراحة للثقافة السياسية المتخلفة المذهبية الإقصائية العنصرية اللي قادت إلى حروب دموية للعراق. لابد من إعادة صياغة المشروع الوطني العراقي ضمن إطار دستور يضمن حقوق الإنسان، يضمن الديمقراطية، يضمن الحريات، يضمن توزيع عادل للثروة، يضمن قضاء عادل، يواجه الفساد بشجاعة حقيقية، ويحيل الفاسدين إلى القضاء،
العادل لكي يأخذوا جزاءهم، استعادة الأموال المنهوبة التي تتجاوز اليوم تريليون دولار، استعادة الاستقلال والسيادة للعراق، تحرير العراق من تبعية وهيمنة النظام الإمبريالي المذهبي الإيراني. هناك مهمات كبرى وطنية على القوى الوطنية الحقيقية التي تؤمن بالعراق وبالديمقراطية أن تعيد صياغة هذا المشروع إلى حين السياسي وهذه العملية السياسية عبر تقويضها، عبر تفكيكها أولاً، ومن ثم إعادة بناء عملية ديمقراطية يتفق عليها ويتوافق معها جميع مكونات وأحزاب ومنظمات الشعب العراقي. يجب أن تعود السيادة دكتور للشعب غازي، العراقي لكي يقرر بنفسه مستقبله. نعم. دكتور غازي، إلى حين صياغة وبناء هذا المشروع وصولا إلى هذه المرحلة الديمقراطية التي تحدثتم عنها، هناك شركاء العملية السياسية الحاليين الذين فشلوا في هذه المرحلة لا يعترفوا أو لم يعترفوا بعد بفشلهم وفشل الطريقة التي أقيمت عليها هذه العملية السياسية ممثلة في المحاصصة. نعم، أكيد هناك الكثير من الملاحظات الكبيرة الجذرية الشاملة على طبيعة هذه العملية السياسية الفاسدة ماليا وأخلاقيا وإداريا، باعتراف قيادات الأحزاب أنفسهم، باعتراف علاوي، باعتراف المالكي، باعتراف السيد العبادي، باعتراف القيادات الحزبية الأخرى. يعني هذه العملية فضيحة حقيقية في تاريخ العراق. اليوم كنت أقرأ تقرير للمرجعية في النجف اللي صدر أمس عبر توجيهاتها عبر خطبة الجمعة، تنتقد بشدة وتعترف بطبيعة الفشل الكبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدمار اللي حاط بالعراق وبسبب هذه العملية السياسية، ويطالب الأحزاب بإعادة النظر بصورة جذرية وشاملة بالسياسات الاقتصادية وغيرها. سيدتي الكريمة، هناك كان في عام 2003 أكثر من 13300 مصنع تعمل، طبقة عمالية تعمل على صعيد الإنتاج والإنتاجية بالعراق، كل هذه المصانع توقفت. كان في العراق سيدتي الكريمة هناك أكثر من 158 مليون دونم صالحة للزراعة، يزرع منها فقط 1 مليون دونم ونستورد 92% من غذائنا. هذه الحقائق الدامغة للفشل والهزيمة لهذا النظام الفاشل الاستبدادي لم تعد بحاجة إلى برهان. سيدتي الكريمة، هناك أكثر من 271 ألف إنسان عراقي معتقل في السجون العراقية تحت التعذيب دون وجود تهمة محددة. إذا هذا النظام لا يرتقي إلى أي شكل من أشكال الديمقراطية أو حرية التعبير عن الرأي أو السيادة الوطنية. هو نظام أدى إلى تفكيك المجتمع العراقي، إلى دفع المجتمع إلى حروب مذهبية عبثية، إلى فتح الأبواب والحدود العراقية للمنظمات الإرهابية، القاعدة ودولة الخلافة الإسلامية، وكل هذا حصل برعاية إيرانية. العراق تحول بعد أشكرك. 2003 إلى مسرح للحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران أو بين المنظمات الإرهابية أشكرك جزيل وغيرها، الشكر. واللي دفع للأسف الثمن الغالي هو الشعب العراقي. نعم. انتهى وقتنا. أشكرك جزيل الشكر دكتور غازي يا فيصل، مرحبا. مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر سكايب من عمان، من مكتب قناة الرافدين بعمان.